ولك حمل ابني بحضنه ونطوا وياهن على البحر إيشن، مسك إيدي لمرتي ونطوا، ولك هي مرتي أنا. فيدات روق شوي، طول بالك. كيف بدك يعني روق إيشن؟ لا عاد تقليلي روق بالمرة. ولك هذا الواطي خطف مرتي وابني من نص بيتي وسحبهم من مدينتي وجابهم على هاي البلد اللي من أول لآخر بحر. لك هو كان بده يقتلهم، فهميني، هدول عائلتي يا إيشن، فهمت شو عم قول؟ تعال عندي. أنا كم مرة قلت لكم اشحنوا هالموبايل؟ ليش ما بتشحنوه؟ تفرقوا، يلا روحوا ودوروا عليه بسرعة ببيته وبكل الضيعة كمان، وبعتوا حدا على المستشفى، وكمان خبروا جماعة الكراشات يفتحوا عيونهم منيح. يلا روحوا، روحوا من وشي، وانت انقلع يلا.